هي ضد الأستاذ مصطفى النعيمي والأستاذ مصطفى النعيمي بالإضافة إلى كونه باحثا في المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط، وهو أيضا عضو في المجلس الوطني الاستشاري، ونرحب به. واسمحوا إذا قد تم تغيير الموضوع الذي سيتناول وذلك نزولا عند رغبته، فهو يتطرق عليكم التطرق إلى موضوع منظور المجال في الفكر السياسي القبلي للصحراء، la perception de l'espace dans la pensée politique tribale au Sahara، وسأمضي 20 دقيقة الباقية إذا أمكن. شكرا سيد الرئيس. حقيقة أنا سوف أبدأ من حيث انتهى المتلخص السابق. قضية مغربية في المجال السياسي الإسباني، وأيضا إشكالية قبلية ككل. ولكن بطبيعة الحال سوف ننتقل من مجال الشمال إلى الجنوب، إلى الصحراء. كما تعلمون عندي مشكل ديال الميكرو اللي ما عرفتش كسمها. طيب، كما تعلمون المسألة ديال الصحراء هي مطروحة لحدة في الوقت الراهن، والقسم المشترك ما بين القراءات المختلفة هو وجود اختلال كبير في الفهم لحيثيات ولعمق ولجوهر هذا المشكل، إن على المستوى التاريخي، إن على المستوى الأنثروبولوجي، إن على المستوى السياسي، إن على المستوى يعني طرح إشكالية إعلامية. وسوف أحاول خلال العرض فقط أن أحدد معالم حقيقية لمشكل الصحراء، أخذا بعين الاعتبار العنوان الذي هو الدولة والمجتمع في المغرب انطلاقا من تحديات الظرف الذي نمر به في العالم الحديث. أولا، يجب أن ننطلق من مساءلة المجتمع الصحراوي الذي هو مجتمع قبلي كما تعلمون. هذا المجتمع القبلي له مكوناته الأساسية وقيمه التي على أساسها ينطلق في مسايرة ما هو سياسي وما هو جوهري بالنسبة له، والتي تتأسس أساسا على إشكالية مراقبة المجال. مراقبة المجال، مراقبة الأرض، أرض الترحال، في مجال ترحالي، في مجال اخترقه القدرة الفعلية على العيش في وسط صحراوي معين ومحدد إيكولوجيا وجغرافيا، ومحدد من ناحية التي ترتبط بكل ما هو أنثروبولوجي، إن على مستوى قوانين تبادل، تلاقح، نظام القرابة، نظام العيش والتحالفات القبلية إلى آخره. هذا المجتمع يحدد المكونات الأساسية لمفهوم القبيلة على نظام القرابة بطبيعة الحال، ولكن أيضا على مراقبة القدرة الفعلية الثابتة لمراقبة المجال. بمعنى أن القرابة في حد ذاتها، تعريف مفهوم قبيلة في حد ذاته، القبيلة هي تلك المجموعة البشرية المكونة من مجموعة من تجزئات، خضات، عشائر إلى آخره، التي تمارس المراقبة الفعلية في مجال محدد بفترة زمنية طويلة
من القوه من الاستمراريه ما يكفي لكي يخلق يعني ترابط بالمجال، ترابط في التحالفات، ترابط في العلاقات، القدره الفعليه على تلك المراقبه، الشيء الذي يولد علاقات، تلك العلاقات هي التي تحدد مفهوم الهويه. مفهوم الهويه يتحدد من مراقبه المجال، من القدره الفعليه على مراقبه المجال. هذا هذه نقطه تعريفيه اوليه. طيب نظام التحالفات، نظام التحالفات اساسي جدا لانه يقول بان القدره على مراقبه المجال هي التي تجعل من هذا الحليف الجار قابل وإنسان على درجة من القلب المجالي والإذني والسياسي، الشيء الذي يجعله حليف أو في بعض الأحيان غريم ينافس من أجل مراقبة ذلك المجال، يا إما رغبة منه في التوسع أو رغبة منه في التعايش. هذا التحالف، هذا التلاقح، هذه الأرضية في التساهم هي التي تحدد نوعية العلاقات ونوعية مفهوم الهوية كما قلت. عندما نجد بأن القبيلة الفلانية تتحدد تاريخيا، إثنيا، قبليا انطلاقا من تاريخ تأسسها في ذلك الأرض في تلك في ذلك المجال في تلك البقعة، وأن ذلك التحديد هو الذي جعل منها مكون أساسي في منطقة محددة معينة، فإننا نقول بأن هذا المقياس الذي هو مقياس مراقبة المجال قد أعطانا تحديد وتعريف لهوية معينة في مجال معين بفترة معينة وبصفة يعني تخترق الوثائق الأوروبية المخزنية محليا. هذا المقياس هو المقياس الأساسي الذي انطلاقا منه إذا قامت تلك القبيلة إلى السلطان وأعطت للسلطان بيعة، تكون من تلك البيعة مصداقية ومشروعية. فقط عندما نقول بالبيعة نكون قد انتقلنا من مستوى إلى مستوى آخر. المستوى الأول هو المستوى الهيكلي البنيوي الأساسي المحدد لمفهوم القبيلة. أما البيعة في حد ذاتها من حيث هي كمعطى قانوني وشرعي وديني، فهي تعني وجود علاقة شرعية ولكن ذات طبيعة رمزية، لأن السلطان هو الرمز ديال الوحدة دينية، تكامل ديني هو ممثل ديال تكامل وتكتل ديال المجتمع القبلي ككل، ولكن على أساس أنه رمز، على أساس أنه تمثيلية، على أساس أنه هو ذلك الممثل الفعلي للذين لهم القدرة الفعلية على مراقبة المجال. المخزن من حيث هو كمؤسسة ليست له القدرة على مراقبة المجال، له جيش محلة سلطانية تتحرك لكي تنتقل من قلمين إلى وجدة بخصة 13 سنة. لا يمكن للسلطان وهو في وجدة أن يراقب قلمين، ولا يمكن للسلطان وهو في قلمين أن يراقب وجدة، وإذا انتقل من وجدة إلى قلمين مرتين يكون قد حكم 35 سنة. بمعنى أن المحلة السلطانية هي محلة يعني تعني قدرة فعلية للسلطان على مراقبة المجال ميدانيا في مرحلة محددة. هذه إشكالية قانونية. عندما طرحت مسألة الصحة، مشكلة الصحة طرحت سنة 1973-75، طلب من المغرب وطلب المغرب
يتعلق بعلاقة المغرب بالصحراء المتنازع حولها. هنا جاء المغرب بالأدلة القانونية التي يعتبرها بمثابة الأدلة القانونية الكافية الأساسية للبرهنة على قناعته بمغربية الصحراء. ما هي هذه الأدلة؟ هي الظهائر السلطانية. اعتمد على الظهائر السلطانية التي هي غير مصورة فعلية حقيقية لا يمكن أن ننكرها أبدا، ولكن مشكل هو في كون هذه الظهائر هي غير كافية على الإطلاق. غير كافية على الإطلاق، وفقهاء القانون الذين قرروا بأن هذه الظهائر تمثل أداة فعلية إنما يكونوا قد أخطأوا، وإن لم يخطئوا فذلك لسبب آخر. في جميع الحالات الظهائر غير كافية على الإطلاق. لماذا؟ لأنها ستضعنا أمام إشكال كبير جدا، مشكل التراب ومراقبة التراب الذي تحدثت عنه قبل قليل، مسألة العلاقة الفعلية بين السلطان والأرض. الظهير له وزنه، له قيمته القانونية، له حقيقته التاريخية، ولكنه محدود الصلاحية، لا يثبت على وجود علاقة فعلية على الأرض. الذي يثبت وجود تلك العلاقة الفعلية على الأرض هو واقع التحالفات القبلية. التحالفات القبلية هي القدرة الفعلية على مراقبة المجال. القبيلة هي الأداة الوحيدة القادرة فعلا على مراقبة المجال، وعندما تأتي قوى إسبانية وفرنسية أو هولندية أو إيبيريا أو غيرها في مراحل معينة في 14 15 وغيرها، المواجه الوحيد لذلك التدخل الإيبيري أو الأوروبي الفرنسي أو الهولندي هو تحديدا الفاعل القبلي. هنا المشكل في 75، أولا أن المغرب لا يعتمد إلا على الظهائر. المشكل الثاني القائم جوهري أساسي هو كون المجال الذي يتم حوله الكلام هو مجال مقسم تقسيم استعماري من طرف الوجود الإسباني. هذا التقسيم الترابي حاولت من خلاله فرنسا أن تخلق ما تسميه بنوماديزم دو سيرفيس، تدير أن تخلق مجموعات وحدات قبلية تسلكها وتراقب من خلالها المجال، سمتها لساريان، يسمى محليا لساريان. الصيغة تفيد رغبة فرنسا في مراقبة المجال عبر وحدات قبلية معينة. لم تأتي هذه الوحدات بالنتيجة المتوخات لأنها انتقلت من وحدات داخل السفن الفرنسي إلى وحدات تشتغل مع القبيلة والقبائل من أجل ضبط المصالح الفرنسية. والحالة هذه أن الإشكال القائم هو كون الأرض التي قسمت أدراع الفرنسي ريو دو أورو إسباني سايقان حمراء إسبانيا ترفاية المراقبة الحرب إسبانيا وكانت معترف بمغربيتها وضاقت ودنون فرنسا تحت الحماية الفرنسية. هذا الموقع الذي عقد الأمور وغير الأمور يتطلب منا هنا اليوم أن نعلم بأن القبائل التي كانت تراقب المجال هي نفس القبائل التي سيقع عليها التقسيم الترابي. هذا التقسيم الترابي سوف يشمل تلك القبائل، يكون الأخ هنا وأخي في الطرف الآخر، الأب هنا وابنه في الطرف الآخر، الأم هنا وابنتها في الطرف الآخر. هذه خدعة الحماية الإسبانية وتلك خدعة الحماية الفرنسية، والحالة هذه أن هذه تتوفر على وثيقة إسبانية والطرف الآخر توفر على
حجة أساسية لا تجيب عن السؤال قادر على حل المشكل، مشكل تحديد الهوية، خاصة وأن إسبانيا ذكية جدا وقامت بعملية استراتيجية كانت وهي تخدمها تقوم بها سنة 1974، كانت تستهدف من ورائها إقامة دولة مستقلة في الصحراء. هذه العملية الذكية جدا هي عملية إحصاء، إحصاء للبعض دون البعض، للبعض دون البعض من نفس القبيلة، هؤلاء داخل إحصاء، الطرف الآخر من نفس القبيلة، من نفس العائلة، من نفس الأسرة، من نفس المشجر، يغيب عن الإحصاء. هذا الإحصاء اعتبر بمثابة وثيقة قانونية معترف بها من طرف المغرب والبوليساريو والولايات المتحدة كأرضية فعلية لتحديد مفهوم الهوية. نقطة يعني انتبهوا لها، نقطة دقيقة جدا. بأي حق تسمح للدولة المغربية لنفسها بأن تقرر بأن هذا من الصحراء وذلك ليس من الصحراء؟ بأي حق يسمح البوليساريو بنفسه أن يقرر بأن هذا من الصحراء وذلك ليس من الصحراء؟ بأي حق تسمح لنفسها فقهاء القانون الدولي في الولايات المتحدة بالقول بأن هذا من الصحراء وذلك ليس من الصحراء؟ تحديدا لأنهم يجهلون جهلا تاما المعطيات المرتبطة بمراقبة المجال وبنظام التحالفات، تحديدا لأن جوهر المشكل هو بعيد كل البعد عن الرؤية التي كان يتوفر عليها المخزن 1975، تحديدا لأن البوليساريو والمغرب على حد سواء عندما يتبنون هذه الأرضية يكونون قد وضعوا الأسباب الموضوعية لانفجار صحيح جدا سوف ينفجر إن عاجلا أو آجلا، يضر بالبوليساريو بالمغرب على حد سواء. في حالة ما إذا نجح المغرب فالقضية سوف لن تحل، في حالة ما إذا نجح البوليساريو كذلك المسألة لن تحل، والذي سيؤدي الثمن إن عاجلا أو آجلا هو السلطة المحلية في عين المكان كيف ما كانت. علاش نقول هذا الكلام؟ لأن هذا كيفاش نوضح نوعية الخطأ المنهجي السياسي والاستراتيجي الذي وقع فيه المغرب، وقع فيه أصحاب القرار في المغرب الذين يكشفون بشكل يعني موضوعي عن محدودية الفهم. ما معنى هذا الوضع؟ معناه أن هنالك استراتيجية سوف تتبناها الإدارة المركزية في الرباط لوزارة الداخلية خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات من أجل جيستيون لوكال، تسيير الشأن المحلي في الصحراء عبر استراتيجية تقتضي التعامل مع هذا على حساب هذا وتفضيل هذا على حساب هذا انطلاقا من أرضية تحديد المجال، من أرضية تحديد مفهوم الهوية كما ركزنا عليه قبل حين. هذه السياسة التي سوف تتبعها إدارة مغربية مهما تكون ذكية ومهما تكون قادرة ومهما تكون كفءة فهي سوف تقع لا شك وبدون يعني أي أدنى يعني تردد في أخطاء البداية، في أخطاء تحديد مفهوم الهوية، لأنها تتعامل مع أشخاص في مجال تعتبره بأنه مجال في إشكال غير متعارف على غيرته ويطرحوا إشكالا جوهريا، تتعامل معهم على أساس أن لهم خصوصيات، بينما الصحراويين الموجودين شمال تلك المنطقة وتحديدا في منطقة ودن الذين يقع ترابهم مجالهم ترابي شمال الساكنة امتدادهم العضوي ترابهم تاريخهم هويتهم حقيقتهم جوهرهم وامتداد عضوي داخل السجن. هذا الامتداد العضوي يعني ان مصيرهم تحديدا مصير
إخوانهم وقبائلهم وامتدادات قبائلهم العضوي والطبيعي داخل منطقة السجن. وكل من شأنه أن يقسم ويفرق ويميز بين هذا وهذا وذاك إلا وسوف يضع يعني يزيد الإشكال إشكالا ويعقد الأمور أكثر مما يجب. الدليل ما هو الدليل؟ الدليل هو نسية التمايز التي مارستها الإدارة المركزية المغربية أعطت نتائج انفجارات ضفئية وسيكليك محلي في 91 92 99 ثم أكاديميزيك مؤخرا الأسبوع الماضي. الناس اللي في المخيمات في الأسبوع الماضي الذين قاموا بما قاموا به وما سمعتموه هم تحديدا الناس ديال واد نون الذين ينتمون إلى الصحراء السجر ولكن تحديدا إلى شمال الصحراء أيضا لأنهم تحديدا الذين يعانون من ذلك التمايز ومن تلك السياسة التي هي سياسة يعني حسابات ضيقة لإدارة مركزية كالرباط بعيدة كل البعد الساحة مقتضيات الساحة وجوهر مفهوم تحديد الهوية. هذا هو جوهر المشكل القائم وهذا هو حقيقة الأمر التي يجب أن ننتبه إليه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا نكون قد ونحن على أبواب شيء اسمه يعني الحكم الدارسي أو الجهوية كمرحلة مختلفة. إذا كنا نجهل الشيء الكبير والكثير عن جوهر المشكل كما كان قبل 1932 و 34 عندما دخلت الإدارة الإسبانية ثم الفرنسية، كيف يمكن لنا أن ننجح وأن نتبنى وأن نمارس وأن نعالج مفهوم الحكامة الترابية والاستقلالية الترابية والحكم الذاتي ونحن يعني في أمس حاجة إلى معرفة محددات المكونات الأساسية للأرضية التي تخلق قوانين خفية التي تعالج وتسير المجتمع من وراء الظواهر والتي كانت تسيره بالشكل الذي وجدته عليه الإدارة الإسبانية والفرنسية وتأتي بمقاييس وتقطيع ترابي يزكي الطرح الإسباني والفرنسي الطرح الاستعماري عندما تقول بأن الجهة التي يجب أن يشملها الحكم الذاتي يجب أن تكون هي تحديدا ديجا دونك تقطيع ترابي يجب أن يشمل الساقة الحمراء والذهب. إذا نحن قلنا بأن الحكم الذاتي يجب أن يشمل الساقة الحمراء والذهب فإننا نقول نعم لإسبانيا ولفرنسا وللواقع الاستعماري. بينما الواقع الذي لا يرتفع يقول العكس تماما، يقول بأن الصحراء كما يقول أهل الصحراء تبتدئ من كحل أرجان، كحل أرجان يعني الشجر أرجان لونه أسود وليس أخضر كما يعتقد حال أرجان إلى حال أدراب في الضفة الجنوبية الصحراء من الضفة الشمالية إلى الضفة الجنوبية الصحراء بضفتها لا يمكن أن نقطع الصحراء بحكم أن هناك البوليساريو وهناك الولايات المتحدة الولايات المتحدة نتعامل معها باسم مشروعية الدولية ولكن هناك ما هو أقوى من مشروعية الدولية هي الواقع الذي لا يرتفع والقوانين التي تخترق المجتمع والحقيقة التي يعيشها الناس في أجسادهم في جوارحهم في حقيقتهم الذاتية يوميا والتي جعلوه يعني أصحاب القرار بشكل يعني غريب. هذا هو جوهر المشكل وتحضير شكرا. شكرا أستاذ النعيمي وشكرا على اختياره للموضوع إنه موضوع من جهنمية إلى كان كما قلتم اقتصادي ليس قويا للوقت لكن مسؤوليات تسيير الجلسة هي مسؤولية صعبة وصديقة هي أحسن الوقت الذي عندي ذلك
فإذا سمحت